الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى كلمة ديدو حيكون صاحب سنندون تاورا الليال حق شعبك يبلو الشدة. مركة كوباد أمد يهي وحتهين أمد مسلمين، مرلباد وحتهين أمد كلية ملك سوى ذيكيدة وآن عرقية يوصول كالقديسة آن كسوى جيدين وحتهين ضل يوم مقالوين كلية وضله وحتهين دادي كدا حيصو قرابا نمو يحد النمو وحتهين دادي اسكو ظروفا ودباتوين كرقديسان ايه حيصتا اي وضا ساميان وانكو كردوانين برارة ايو دباتا مدنبا انكو كردوانين وحتهين أمد وحي هرمرا يعي هلان وذا وذاقيا وحي دبودع مدروف كي مادنا وذاقيا يعانا يقولنا بدبادينين قولنا بالبادينين قولنا آري مركا بابائينين أما بارين لباتورينين وحتهين ذاتك إلهي ماشاك وضغومي يدروف قصة يحارد كسا ويكونوا ليهم بأي كان حيصو متيهين ددك ربحايا أما ددك لفقانايا أما دد يعني سئون أكرا قرانايا أما أكرا قورايا مجرتو ومدا عذاود كان حيسا مجرتو قبيالد إيوحمان ددك نحضو ذات الله كنتي دوانو سو جوغني او الا خليغي دي دولتي كان كه او دنبايساي اسياد برايتين ايساي اي خليادي ددكا ده سيده خولها سدخده غلبنيمه لا خرينايي اي قفغا هبينكي حدد مساجد تغتو اود كسو بخده لوغو قاداي سيخان واغا وانو جوغني او دد واوينو واخ غرانيا وانو هين رغيغا هلكن مانتا جوغينتودا بدان habeenkii dagaalkii horeeyay oo magaalada ka bilaabmay masaajid Uthman ibn Affan ee Cabdi Bidaar ayaan korkiisa sare hurday markii ay halka qaybta imigii markii hore qaybta 26aad oo jiray imkana taniska guud la yiraahdo gooro abaar labadii habeenimo ah markay ka bilaabantay minaarada ayaan u baxno halkaas aanu holaci iyo wixii la isweydaarsanayay aanu ka arkaynay laga bilaabo halka ila maalinta la joogo ummadaasi duruuf ay soo martay iyo xaalad ay soo martay oo aanan goob joog u ahayn ama aanan taladeeda kaag dhaweyn ama aanan wax ku lahayn ma jirto aqoonta aanu leeyahay ummada وأمد وناكسن أدونك أمدها وناكسن ما يكمديهن أدونك أمد له قاميوك وناكسن مجرتو وددك مساكين تا وحوهي قبيالتها اللقو شاقيو إيه حمانتها اللقو شاقيا ومدوش اللقية كان أيو أو سياسيين تو ذا إيه ددك مدح ذا يحلك وديبتين إيه قوة دون أيا أي دوشة كيكين أيان إيا قيبين أي قيبين أيان أي ألقسي أيان ويان ما هوح أمد كتيرا أمد السيدة إنتا يهرفة لذي مساجد عاوة بوحسي أي خير والبولة يضحي أي تشرب والبولة يضحي أي كوة سوق تشوغانا أي أوليهين كوة مساكين دي ورطة دا
كوا جوارده وتا كل وح ويدد كامد بمد بين عكوها يو أغلب أغلبين عكوها يو وح الليالي وح كده حيا متشرو وح ويكوي أي مسؤولين تيا مرحلة يهيسين إهر مركو كان لها أي وح ويسود ريا وأي أندرو لبايا صدنا ما صدح يا صدنا سندود إن جود دولة هين مانتا إن يددكو صدا وعوضان أما بأوعى بالصدام رنتي ما يحين نحن صاحبنا أيضاً رنتي ما لنده ويتو وانا لقيا بأينو مقرأيو أيان هل كان بعد لها بعد لها قبتين لديس أيو أيان قصة ومري برخسان لوال لقرحي والله أدبال لقرحي ويحبوا لوال لقرحي هدي حبد كبد بادمون هدي حبد كبد بادو وال لقرحي ووي وناك سنت هايبون يعني السلام هنا بسيط كا أمد النلش هذا ما أنت سأود برتاي أمد ما أنت سأود كتاي قفوا لي من نبدي سيد برنايو أي بورها كذا عضي قفوا لي ما يسوي سبرايو أمد رهنتي هنا ما أنت سأو عبطه ما يأهين دولة أدق أو حد الدنيا أو أن لو بغرينين أو أمد أي حرصته أو وحوية ده وح إلى دولة دي أي قبنا شرطنا نقبتها إلى يرتها بياحين لكن أيضا وح دولة دي قبنا شرته أنهي سنين حدنا إلى النبض دولي إيه وذا شرك هذي يريد ما أنت إلى يعب صدام كنت واعي أن درينا عب سيبتي ويه وحلا يا مركا ولا ليا الأمة دي حي ورمدا يسودروف داباتهم ورمدا إن كان مارمي نباتهم وروح ويه ولا التنمدين إيه وذا شركين إلى شدا كراسة يوحى للدون يئي ركوباً أيوم باكو فري سريسا إلى نوضا قادي ميسو كي إلى هاي قرية أيان مركا كو فري سريا هدين كوين أيهو إلى يؤمد مركا الله اللان أو يؤمد وحو الأكسر الشيغان أو يقعمها يبو إسحيسا هدين ترتبي لهايين وهذا الور أكسر يكسو بحنا أمد رئيس كما يهورتي بادين اسمنا يخلاف دين هدين تاكوين أيهي إنه أين الدور كاقا ظنه وأين ولا لمدين إيه من مدين إيه وذي تشركين أين إلى شن وحنا إلهي كبر أيام كسوك بقبين إياه إنه النبت قلي إذا إيه وذي تشركا إيه ولا قائن هاي صنه وحنا وكرموية وحنا ينو صامية إلهي إنا نولو كان عدا ما أنت حماني للدو ليسر إلهي أيه كيد كودي نقرتو ذا إلهي الدبق علي وبالله تبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقورين الله بها مهدل مهدى لك الدبناء وحام مهد سنع لمدين قيمها بدن مؤسسة نوصو ديار السين الدودة لما انت مع الرعي علمتان يمام المسجد كأدبا ومهد سنتين صحافتنا وان امهد نقيا انت اكدب حقيقة ما يهين إن ليسوا كلفه يدورون تي علمدي وويني ذا كلا ده فديان هذا الكسه هديان إسكا سوكوبه أنت الشيخ محمد علي شام مع شيعي وحكا حكمة بدن شيعي مايو وحكا دونا شيعي كريم مايو أما علمدي كوري سبع شيعين ولا ليال حقيقة وحشرة دبو نقد آد إيا آد وبدن ومدن آد دبو نقطين وحاو دبو رهدين وحاويان ومبادد أي لوسو واردي آني لحين إهدان آني ولحين أصلنا آني ولحين ومبادد قالة دي كنتي دي انتخابات كو حكمي دي هاي برامجة ديمقراطية دو كانتي مدح دي ندن بي مودين ولكن لباتدي سي دوال أركا
ومدوا على وعي قليه ميل في عنا ومريسي قبيالتنا رهنتي واسكدتين وحسب بي وادور شوينك بل بل بيو كلا دما وكلا وكلا دشي او قيس قيس بيو كلا دشي او باه باه بيو كلا سميسي وحالا شيغي نيني حاسكي سين لبا علن كلا قاتين بل انه اسكو فرين بالا شيغي وحاول عليال علمادو waxay idin ka wacay gelinaysaa in laga baxo dadkan diintooda ay soo noqdaan hadii waxa kan aynaan hidaha u lahayn inuu faraha la galay oo gaaladii loo dhiibtayna ay tahay taa isu tahniyadeenaysa ee iyadu aad moodo xaq aqliga inay nagu dhaamaan waxaan inagu ka dhiganay ya tolay tii aan lixdankii laga yimi baynu ku noqonay waxaan ma doogana staaxaynaya qof walowba كلي غابة دمانيسا كلي غابة لو حسابينيا كلي غابة دلاهي هرتغيسا ومدى كدى قسكا ومدى كدى قبيالدى ومدى كدى كالاكحينتا ومدى نبدودا او إلالي وحكالو ما انتالهايو وانا هاني سالكا لغفر ديا مجرو آد إيا آد بيدد كنولوشو دهو سقود عدي هالاقاد دايو عدي وحكالك الرهاديسا رونتي هبار باقود عايا ummadu dadka idoortali waxay nagu leeyeen codkaysi iyo dagaalama inagu male iyo markaasii waxa weeyaan xaq inagu malaha marka ummada waxaan soo jeedinayaa dadka codaya dumar iyo caruur bay u badanayeen maxas bay u badanayeen inay iska antaroolaan inay xamaasada iska daayaan inay waxani waa aamano oo qofka aad ummadan ku aaminaysa ilaahay uu ku waydiinaya amaanadaas cidadu garato ilaahay agtiisa waliba lagu waydiin doono waad ugu ridi kartaa maadaama lagu kala badbaadayo oo la leeyahay ummadu inay mas'uul yeelato madax sharciga ayaa faraya in ummadu mas'uul yeelato mas'uulka sidii lagu soo saaray inay inaga ka leexanay hadaba mas'uulkaasi balse uu soo baxo amaanadaasi ilaahay dartii u gudo wax intaa dhaafsana lagama rabo dumarka iyo caruurta بعد كيس سو تاغي دونا مدد دير هنتي غاچري هراد كو دلي دونو هلا غلا خشودين واخ كلا لوغو درو انا هاسان كو سو غبغبينيا اني وعلوم مدن احترام يا هنتي هذا البدن اما اورن كرو وما سنت دماتين وصلى الله على سيدنا وحن هذا كسر ويتونا إمامك إلي خطيبك فضيلة الشيخ محمد آدم ليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إلهي كبر يا ومدنك العسنة لك الشيكي haddii inta yar ee caawa aynu ku wada fadhino ee amniga ah oo inaga khalkhalo kasoo waaqsan mayne ilaahay inaan degayno ilaahiya macaasida iyo waxa aynu arkayna ee socdana in ilaahay aanu inagu qaadin aanu inagu qabane ilaahay baa raxiim ah inoo naxariis amniga walla xajcaladeena intaasaynu haysanaay miskiinada iyo masaakiinta magaalada marayeen wax kala haysani intaa yar ee amnigaabay ku dawarsanayaan haddii ay intaasi naga xumaato iyaguna waxba heli maayaan meheradna la furi maayo dhibteeduna way badantahay nin weyno wax soo arkay iyo ruux dumaro weyno wax soo arkay unbaana garanaya amniga aan wada ilaashano intaasi waa muqadimo iyo hordhac anigu niqaadka yara kooban ee aan ka hadli doono waxa ka mid ah
waxaan la hadlayaa qolada garsoorayaasha gudida doorashada imika waa muujada inuu ku dhex jirno kaba bixi karno qolada doorashada u garsooraysa waa qolada la wada eegaya waa qolada haddii arrinkooda ay xumeeyaan ummadda khalkhal badani ku dhacay hadiise iyagu dadaalaan oo inta ilaahay ku og yahay ay dadaalaan waxaan rajaynaynaa in ilaahay toofiiqna wada siiyo iyagana anugu la dardaarmaya waxaan si ka horreysiinayaa iyaga waan la soo dardaarannay annagu haddaan culimo nahay intaa waa soconnaa wixii aanu qaban karnana waan qabannaa wax badanna waanu soo sheegnay oo wixii ilaahay nagu ogaaya waxaan sii sheegayaa maadaama maalmaheedii ay soo dhowdahay inay fariintan warbaahinta ka maqlaan waxaynu u dardaarmaynaa marka koowaad ilaahay ka cabsada aakhirana xasuusa waxaa ilaahay hortiisa aad la tegaysaan hooy 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 sii eega oo ka fiirsada taana waxaynoo dardaarmay ilaahayow ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلهي إلهي كعبسه وحد إلهي له ارتقي دون تقيامه أنا هوي هوي إما كسيع سيح سافس وحن الله النهاي مركوك هو إلهي كعبس لا آخرانا إذا كذب بيسع عمل كا يا أمد ده اللي يقولي بقر سور كده ولا ينوي دين دون عيقف ولا بس دي وقلنا تحي لها أكد ذلك وأخذ لك كوات أي نقدر دار منه qodobka labaad ee u dardaarmaynaa waxa weeye cadaalad cadaalad baynu u dardaarmaynaa ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilaahi walow calaa anfusikum aw alwaalidayni waalaqrabiin in yakun ghaniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima cadaalad baa laydinka doonayaa muuminiinay hadduu xataa markhaatigu adiga kugu dul dhacayo adiga hadday arrintu kugu soo leexanayso waxaa la doonayaa inaad tiraahdo aniga qaldan cadaaladdu xaggaasay jirtaa cid kale iska daayo ama ehel iyo qaraabo hadday kugu dhacayso waidaa qultum facdiluu cadaalad sameeya walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu littaqwa kii aada u cadhaysnayd ee aada wax u haysay baa lagu leeyahay cadaaladu samee gaalkaa loo cadaalad samaynaya oo muslimkaa loo cadaalad samaynaya oo ciddii gar ku dhiibataa loo cadaalad samaynaya cadaalad ayaa laydinka rabaa cadaaladda markaan si aynu u fahano aan u caddeeyo laba laba ugeey haddaad tiraa waa afar waa cadaalad haddaad sa tidhaahdo laba laba ugeey waa saddex ilaa cid baad wax ka nuqsaamisay waa cadaalad darro haddaad tidhaahdo laba laba ugeey waa shanna waa cadaalad darro ilaa cid baad wax siisay cadaalad baan idin dardaarmaynaa waa qodobka labaad ee idin dardaarmayno qodobka saddexaadna idinku waxaad noqotaan koox isku xidhan oo wada tashanaysa oo garbaha ishaysata oo isu nasdeexaynaysa oo arrimaha ka fakeraya oo ummaddan xilkeeda laydin dhiibay ka warwaraya oo koox qura ah tiim qura noqda taasi wax badan bay idiin fududayn doontaa waxaan kaloo idiin dardaarmaynaa ilaahay baryaydu in ilaahay xilkaa idinku asturo in ilaahay idinku nabadgeliyo in ilaahay ummaddana ku nabadgeliyo ilaahay qof wanaagsan aynoo soo saaro innagana waxaa laynaga doonayaa walaalayaal in aynu iyaga u ducayno waayo mustaqbalkii ummadday gacanta ku hayaan mustaqbalkii ummadday gacanta ku hayaan inaynu u ducayno oo inaga ilaahay ku astur ayaa laynaga doonayaa intaa waxaan odhan karaa waxaan fariintaa gaarsiinayaa qolada commissionka ama guddida doorashada waa fariin culus runtii waana tan ilaahay aan la hortegayno ma u sheegteen haa ilaahay anagu waan u sheegnay waa tii aan idinla hornimid ayaan imakana idinku sii baraarujinaynaa qodobka labaad oo runtii imika sheekhu igu baraarujiyey waxa uu ahaa social media ama warbaahinta mushkiladdayna haysataa
ماشي نودي إنا وحال كائن قدامتي بري هوري قف ورقة هذا أي وركي سفافي تري لكن حلقة إنه مدرسة صعدة مرد جوده أيو بين صعدة يا بين تنا عالم كودن بيجاري ساسي دين تنو شكتين أي من دون توقف تقاسي بقول هذا ورباهين تو ورنا بضد ذلك كقريب قاتا ورنت كقريب قاتا وراخري دي نين عطكو دون تان كقريب قاتا ورمضة سيناني إسكيلين أو كلمة آتراه دا أي رمضة سي قبي جيدا بإسكو قرعدو أي كلا تشيديسو ورحكو كل فينا رمضة واركا هور سيدنا هوي هوي إلهي كعبصلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كو حمان تجعلين فافتو رمضة نين كلا تكتو بابا عضو إسوالا قبصتو iyadoo waxa la wixii u fududeeyay oo dhan culimadu siday ka warameen ay in horta la markii dhaqankii iyo dariiqii wanaagsanaa laga tagay inta yar ee hadhayna hadii aynu gaas iyo kadiid ku qabanno waxba tarimaysa halka shaydaanku inoo soo dhex galeena waa social media iyo warbaahinta war ilaahay kaga cabsada iyagana intaas aan leeyahay aad baan idinku mahadnaqayaa intii naga kasoo qayb gashay ducada idinkuna ku kaaliya wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.